افطار شهي ويوم بهي لكل مشاهدينا الكرام متابعي قناة سامراء الفضائية. اهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم جاوب شعر. إلي بالمعاني كان ما كان، إلي بالمعالي كان ما كان، وعلي هسه يتجعبن كان ما كان، بطران ويسولف كان ما كان، ولك يا كان والكانون بيه. هذا البيت للراحل سعد محمد الحسن. راح نسأل أهلنا وناسنا اللي نلتقيهم من خلال هذه الحلقة عن قفلة هذا الأبوذية، واللي جاوب راح يربح ويانا هدية. نبلش بالشباب. السلام عليكم. سلام. رمضان كريم. نعاد عليكم الصحة والسلامة. اسم بالخير. شهم. 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 حيا خوش اسم. رياض. رياض. من اسمك؟ جدتي. والله خوش اسم. تسلم. يعني عاشت الأسامي. شهم. تسلم حبيبي انت العايش. من وين؟ موصل. موصل. من بغداد. من بغداد. حياكم الله. جمعكم أصدقاء من زمان. ايه؟ حياكم الله وكل هلا بيكم. وفرصة سعيدة أن نلتقي بيكم. نحن الأسعد حبيبي. حياك الله. الراحل سعد محمد الحسن عنده بيت أبوذية، يقول لي بالمعالي كان ما كان، وعلي هسه يتجعبن كان ما كان. كملوا لي إياها. يلا شهم. ما أعرف. آه. إحنا ما الشعر ما حافظين. والله بالشعر مو هالقد. لا والله. ما حافظين شعر. حافظاني بس قليل يعني. انا خاف اخطا بيه. مو مشكله. هو على الغربه الشعر. ايه؟ يقول غريب غريب بلا يهل وبلا يا اصحاب. سايسني الوقت سايسني الوقت واخذني لديره الاغراب. بعيد بعيد عن الاهل. نسيتها. يلا رمضان كريم. نعاد عليكم بالصحه والسلامه. فرحانين بشوافتكم. ربي يرحم شهداء الكراده. طبعا كلنا حزينين والله. ان شاء الله وصبر اهلهم ان شاء الله. هاي كارثه يعني على العراقيين كليتها. اكيد شهداء الكراده، شهداء هيت، شهداء ساحه الشهداء، وكل شهداء العراق ان شاء الله. يا حبيبي فرصه سعيده نلتقي بكم. حياكم هلا بالشباب. تواصلوا معكم برنامجكم جاوب شعر. خلينا نشوف الاستاذ هنا. السلام عليكم. رمضان كريم. نعاد عليكم صحه السلامه. الله يخليك. اسم بالخير. همام سعد. حياك استاذ همام. ابو من؟ ابو يوسف. ابو يوسف. من وين ابو يوسف؟ من بغداد. من بغداد. مقيم لو سياحة جاي؟ لا لا مقيم. ها مقيم. شو صار لك؟ 10 سنين. شكد طولك ابو يوسف؟ ترى اذيتني حيل. فوقك ب 20. فوقك 93 يعني. حياك الله. شوف انا حسابي صحيح. مضبوط. شلونكم احوالكم؟ والله بخير. شلونك بالشعر ابو يوسف؟ والله مو زين. اكو بيئة تقريبا يعني مر على الكل. يقول لي بالمعالي كان ما كان، وعلي قام يتجعبا كان ما كان، بطران ويسولف كان، كان ما كان. اريد القفله مالتها على مود ربحك هديه للراحل سعد محمد الحسن. مو قلت لك مو زين لا والله. فرصه سعيده. الله يخليك. حاول تقصر شويه. الله يخليك. حياك الله. تواصلين وياكم مشاهدينا الكرام. خطيه هذا الورد خلي ناخذه نسلم عليه. تعال ولك تعال. شلونك؟ زين. شلون صحتك؟ زين. ايش اسمك؟ محمد. هلا بحمودي. شلون صحتك احوالك؟ مليح. ايش قد عمرك؟ مليح. انت من وين؟ من الموصل. من الموصل. يا حي الله الموصل واهل الموصل. تعالوا لك تعال تعال. هذا الورد هم خلينا نسلم عليه. تعال. شلونك؟ زين. زين لو مليح؟ زين. زين. شلونك ورد؟ الحمد لله. انت ايش اسمك؟ مصطفى. مصطفى من الموصل. من الموصل. وانت؟ علي. علاوي هم من الموصل. ايه من الموصل. حياكم الله. هذا اخوي وهذا من خالتي. هذا اخوك وهذا من خالتك. انتوا تحكون موصلي لو مصلاوي؟ مصلاوي. مصلاوي؟ احكي لي بالمصلاوي. عليكم السلام ورحمه الله. احكي لي حياك حبيبي. على مدرب حق هديه. اي شيء. اشغل لك. اشغل لك. احكي لي اي شيء. اخبارك، امراتك. ايه؟ زين تعال انت منا. انت تقدر احكي اثنيناتكم، واحد يحكي ويا الثاني. زين بس بالمصلاوي. زين؟ ها إيه. انت تطلع. تعال انت. تعال. حريان. ها؟ يلا. يلا. ولا شلونك؟ مليح. انت شلونك؟ والله الحمد لله. ولا قبال ولا غاحك. وانت عمري. ايه؟ هاي ايه؟ علاوي. اه. تعرف تحكي مصلاوي؟ ايه. احكي لنا مصلاوي. شلونك؟ شو اخبارك؟ ايه؟ مراتك. والله زين. انت شلونك؟ اخباركم؟ حلو. مراتك. هسه عندنا هدية. هدية لمن؟ للي راح يقرا لي شعر. من حافظ شعر بيكم؟ ولا واحد؟ ولا واحد. ولا بيت ولا من مال الابتدائية؟ عندي أنا اسموه. إيه؟ مل يعني قراءة يعني. إيه؟ قراءة من البستان. يلا. يا
تراه ابو سعيد تراه في الصباح يعمل بيشاح يقلم الاجره ويقطف الازهار. عايشين لك يا يلا تستاهل هديه. يلا لا اشكر ان الشاشه بس بالموصل لي. تسلمون شكرا بارك الله بكم ان شاء الله. نو بعد المصلاوي. تسلمون ان شاء الله. لا كلمات موصل لي. يلا حمودي ورصة سعيدة يا ورد. هلا ورمضان كريم عليك. شحالات الحكي المصلاوي طبعا. يلا خلينا نشوف الخوال. السلام عليكم. شلون الصحة؟ رمضان كريم علينا وعليكم. ينعاد عليكم صحة السلامة. اسم بالخير. سعد ابو علي. ابو علاوي. رفعت. ابو من؟ ابو محمد. ابو محمد ابو علاوي محمد. شلونكم رمضان كريم عليكم؟ علينا وعليك ان شاء الله حبيبي. من وين بغداد؟ موصل. من الموصل. حي الله الموصل. والله اليوم ما شاء الله تشرفنا باهل الموصل ودائما نبشر انه ان شاء الله رمضان القادم نجيكم للموصل ان شاء الله تشرفونا وتنورونا. اكو بيئة ابو ذيه الراحل سعد محمد الحسن يقول لي بالمعالي كان ما كان وعلي قام ويتجعبن كان ما كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان ما كان ارد القفله مالته وراها بطران ويسولف. سامعه انت البيت؟ سامعه سامعه. بطران ويسولف كان. زين منو حافظ شعبيكم؟ انا ما حافظ. أنا ما حافظ. قديم جديد؟ لا والله أبد. ما يلا لعد رمضان كريم عليكم. حياكم الله. تواصلنا وياكم مشاهدين الكرام متابعي سامراء الفضائية وبرنامجكم جاوب شعر. السلام عليكم. رمضان كريم. فارسية. فارسية. ها فارسية. حياكم الله. يلا يلا ممنونين فارسية. فهمين. السلام عليكم. رمضان كريم. شلونك استاذ؟ رمضان كريم عليك. ينعاد بصحة السلامة. اسم بالخير. حسين. استاذ حسين ابو من؟ ابو دعاء. ابو دعاء. استاذ ايهاب. ابو من؟ ابو ماريا. ابو ماريا وابو دعاء. حياكم الله واهلا وسهلا بكم لقناة سامراء الفضائية. نقول لكم رمضان كريم. جميل. نعاد عليكم الصحة والسلامة. ابو دعاء يا مواليد؟ 46. 46 العمر كله. من يوم محافظة؟ البصرة. البصرة. حيا الله البصرة واهل البصرة الغاليين اللي دائما منورينه ودائما لهم معزة خاصة بقلوب كل العراقيين البصرة. ابو ماريا من بصرة؟ لا حلاوي. حلاوي. حيا الله الحلاوي اهل الحلة. ما ادري البصرة دائما قريبة على كل العراقيين. تحياتنا واعتزازنا باهل الحلة وكل المحافظات العراقية. الله يخليك. سياحة زيارة؟ لا والله اقامة هنا مقيمة. مقيمة هنا. ايش قد صار لك؟ صار لي والله من 2010. اها تمام. مدرس متقاعد. شغلك عملك هنا؟ مدرس متقاعد ومدرسه اهليه. ها هنا تشتغل مدرسه اهليه. نعم. الحمد لله والشكر. حياك الله. الفرق اجواء رمضان بين البصره واربيل بما انه احنا اقصى الشمال واقصى الجنوب. بالنسبه الى البصره يعني اكثر تداخل والفه يعني معارفه. تمام. اهلك اقربائك اصدقائك. صحيح. هاي هنا شويه محدوده يعني تنسى اللغه الى دور كبير. صحيح. بالتعامل. صحيح. إيه؟ زين ما تفكر انه تروح الصوم بالبصره وترجع يعني تقضي شهر رمضان هناك وترجع؟ حار. يلا هم ما يجون هنا يخلصون من الحر وقطع الكهرباء والماء المالح والظرف الغير طبيعي هناك. سبحان الله. عندنا بيت شعر قديم اللي جابه يربح هديه. البيت ابو ذيه للراحل سعد محمد الحسن الله يرحمه. الله يرحمه. قريب عليكم صفكم. البيت يقول لي بالمعالي كان ما كان وعلي قام ويتجعبن كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان اريد القفله مالته. هذا هو قال بحق محافظ ذيقار. مضبوط. بالناصريه. بالناصريه. بغض النظر عن الحاله اريد تكمله هذا البيت. والله اللي الاخر مقطع الي بالمعالي كان ما كان وعلي قام ويتجعبن كان ما كان بطران وتسولف كان ما كان انا اليا كان والكينون بي هيك تقريبا هيك شيء قريب قريب انت كلش ايش يعني بفد يعني قريب ترى يعني هذا قريب بطران ويسولف كان ما كان عليكم تجمر علي كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان انا كان البيه مضبوط والكينون بيه هي كانون كانون بيه هيك بس بدايتها واني كانون واني كانون بيه اعتقد زين من حافظ شعر انا مو ابدع فصحى حافظ شعر اكيد يلا خوش حكي على حتى اذا حافظين نربحكم اثنينكم اليوم مو بس واحد من عندكم ابو ذي اقراننا لا اقراننا ابو دعاء وراها اقراننا ابو ماريه
بس اعطيك الجواب يقول ولك يا كان والكانون بيه. اي هاي قلت لك خاطب بيه المحافظ. اي تمام. اي كان موقف سلبي من المحافظ. يقول غمها من دنيا تنطي للغمان اللي تحط للعين ديرم. واي وغمها تنطي وتحط للشفايف مكحلة. غمها من دنيا تنطي للغمان للزين كوم من الكدايش. وتنطي للغمان وحده محجله. الله الله صح لسانك لسان قايله. اي ابو مار والله واي عدي بس اقول لك ابى افرك شلمد ميشن يا راحاي. بسبب كل حين تلجمن يا راحاي. انا كل من نظر جسمي يا راحاي انا ميت بسبب فرقاك. الله 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 يستلم الذائق اللي اختارت هذه المقطوعات. من شعراء الحله تذكر لنا؟ والله ما اتذكر. ما عندك تواصل له؟ شعراء البصره والله هسه الان عندنا كاظم الحجاج هذا يعني الرئيسي الان حاليا يعني يبقى على ولا هي يعني مثل ما نقول مدينه البصره هي ولاده للشعراء والادباء والفنانين. موجود طاهر سلمان. طاهر سلمان احسنت. نعم. داود الغنام. اي داود الغنام مالكي كل اغلب الاغاني داود الغنام. مضبوط. استاذ هو رمضان كريم. الله يسلمك. ينعاد عليكم صحة السلامة. ورحنا بشوفتكم كلك بركة. حياكم الله يا زلمة. سلمونا على انا بالبصره والحله. حياكم الله حياكم الله. خليكم شوف هسه جايكم. تعال معي تعال. رمضان كريم هسه جاك. شلونك؟ والله اخبارك؟ الحمد لله. امورك؟ والله الحمد لله. سؤال بسيط كلش. شباب دبرها. دبرها ليش ما دبرها؟ الراحل سعد محمد الحسن عند بيت ابو ذيع يقول لي بالمعالي كان ما كان وعلي قام يتجعبا كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان كم اللي اياها بطران ويسولف كان ما كان وانا اللي اربوعي نسيت عندي ولا صح ذاك 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 يكمل ذاك تعال حسين تعال يلا استعين بصديق عادي. تعال حسوني هو حافظ له يلا حسوني, حسوني. يا بس تعال بصديق شلونك حسوني؟ رمضان كريم عليك. نعم بالصحة والسلامة. اللي بالمعالي كان ما كان وعليه هسه يتجعبن كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان فل ياها ولك يا كان والكانون بي صح لسانك بس ما نطيكم هدي انتم قرايب القناة. يلا هسه جايكم. السلام عليكم شباب. تعال هنا تعال هنا. رمضان كريم نعاد عليك بالصحة والسلامة. شلونك احوالك؟ ان شاء الله تمام. اسم بالخير جاندار. جاندار. جاندار من وين؟ من سوريا. من سوريا حياك الله يا حبيبي يا جاندار. شلونك اخبارك؟ والله الحمد لله. ان شاء الله تمام بسوريا. من ديرك حسك. الحسك يا حبيبي حياك الله. تحياتنا لكل اهلنا بسوريا وان شاء الله الامن والامان لسوريا وترجع مثل قبل واحسن على كل العالم. آمين. الاسلامي امين. شلونك بالشعر انت؟ بالشعر؟ ايه والله انا قوي بالسياسه. هم سياسه هم سياسه. احنا طالعين اليوم من اجواء سياسه وتاريخ بالرياضه. بالرياضة بالرياضة يلا ماشي. عدد لي خمس لاعبين من المنتخب الوطني العراقي. يونس محمود واحد. كرار جاسم اثنين. حوار ملا محمد ثلاثة. الكرت 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 لعب منتخب مضبوط أربعة. كرار قلنا نور صبري خمسة ولا مو خمسة ولا هذا غيره. بعد شنو بعد قلنا تمام تستاهل. هسا اقرا لي شيء من الشعر سواء سوري الشعب السوري الفصيح القديم الجديد. الشعر السوري عمر الفرة ما سامع عمر الفرة. انا حافظ بس مو كلها يعني. الا وين ما توقف خلاص. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مساخين الامم. بس حافظ رؤوس رؤوس طين رؤوس. اني 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 ذكرتك بالزهراء مشتاقا و ما حافظ اقول ايام صف تاسع وهاي السوالف. يلا هاي هديه مقدم قناه سامراء. رمضان كريم عليك. تحياتنا لاهلنا في سوريا الغاليه الحبيبه دائما. دعواتنا متكرره للعراق وسوريا وكل ارجاء المنطقه ان شاء الله. شكرا جزيلا حياكم. نهاد صوم؟ نعم. قول والله الحمد لله. ما ادري احسك صوم صوم مال عصافير. صوم 12 تتغدى وترجع الصوم. ايه مو؟ اسم بالخير؟ سيف الجنة. سيوفه حياك الله. من وين سيف؟ من الانبار. حياك الله. وين بالانبار؟ هيت. هيت يابا هيت قبل ايام مرت عليه هاي الكارثه والفاجعه فتعازينا لاهلنا بهيت الغاليه. تحياتنا لكل اهلنا في محافظه الانبار. وانت سيف مو؟ نهاد. نهاد من وين؟ من الموصل. حي الله الموصل وهالموصل. حافظين شعر؟ والله ضعيفين ضعيفين. وانت
ضعيفين والله. ضعيفين. وين ضعيفين الله ياخذك؟ ضعيفين شنو؟ ما بالسعر ها يلا. ما حافظ كل شيء؟ والله ما حافظ. نعم نعم. ما حافظ والله. سيف. يعني شديد مثلا. أي شيء اقرأ لي. يعني. اقرأ لي أبو ذية ما سعد محمد الحسن. اللي بالمعالي كان ما كان. والله نسيتها يعني صراحه. حافظه يعني؟ والله سامحها بس ما حافظ. بالله عليك؟ ايوه. منا منا والله ما اتذكر. اي شيء سعد محمد الحسن؟ اذا اردت تعلّه ايه؟ لا تشلبه فوق. خوش. والله يلا رمضان كريم سيوفي. يعني عاد عليك صحه السلامه. تعال تعال تعال. بس يشتغل؟ أنا والله قاعد. كيف؟ ماكو شغل هنا. بس فرفر بالمولات؟ بس مفرفر. يلا الحمد لله. الحمد لله. أريد منك فعالية حتى ربحك. شلون يعني؟ أي شيء. أي شيء؟ إي. شلونك؟ غني؟ ما أعرف أغني، بس عندي شريط غني. يلا خوش نسمع. شميت ريح الشوي حسبالي معلاقة، ثار القلب مستوي من كثر الفراق، ما عندي غيرها. يا زلمة لا ماني أقول جملة بعيدة. والله تستاهل هدية. يلا رمضان كريم عليك. نعاد بصح السلامة. السلام عليكم. تعال تعال. إيه تعال خلنا نسلم عليك. تعال خلنا نسلم عليك. تعال. سألك على الوشم هاي وين سويته شلونك؟ رمضان كريم. نعاد عليك بصح السلامة. اسم بالخير. زياد. زيود من وين؟ من بغداد. حياكم حيا الله أهل بغداد الغالي. وين بغداد؟ صالحية. صالحية. قصة لك جيت لأربيل. ها سفرة سياحية إن شاء الله. يلا إن شاء الله تقضون أجمل وأروع الأوقات، تستانسون، ترجعون لبغداد وتلقوها موردة وأمن وأمان إن شاء الله. تعال يا ورد تعال تعال. أنت وين بغداد؟ الصالحية. هم الصالحية؟ شباب الصالحية الحلوين. يا أبو شنو هاي الوشومات الترتيبات الحركات؟ هاي وين؟ بغداد مسويهن؟ بغداد كثير. ها هذا مؤقت لو دائمي؟ لا دائمي بس انت تقدر تشيله يعني. بس اشيله ليزر وما ليزر وهاي السوالف زين. ما تخاف هذا يوم تتندم انه مثلا واش وما السوالف؟ لو عادي قناعه تامه. لا عادي. اشوف هواي اللي وشمون ورا فتره ورا 10 سنين ورا 15 سنه يقول لك انا متندم. ما جابر. لا ليش؟ آه. ما والله. جيد. شنو هذا اكو بي رموز شيله بس؟ لا ماشي. هاي بس نجم؟ هو لازم نجم. صدق والله؟ يلا رمضان كريم. احنا برنامج جواب شعر. الله. اكو بيت للراحل سعد محمد الحسن يقول إلي بالمعالي كان ما كان. اللي يقرا لي يربح هديه. يعني كله فاهمين؟ سويت ثلاث ابيات. إلي بالمعاني كان ما كان وعلي قام يتجعب كان ما كان. ايه؟ وانا وانا يا كان والكانون بيت. لا بعد بيت. لا بعد واحد. كان ما كان. نحاول هسه كل اللي يعطيك اياه. تعال يابا تعال. تعال 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 عمي انقذ جماعتك. شلونك؟ اسم بالخير. عمور. عموري من وين؟ صالحية. صالحية. اليوم كله جروب ما صالحية. حياكم الله. حياك. عموري حافظ البيت. اي اقرا لنا اياه. يعني شلون اقرا لك اياه؟ يعني صعد علم حجة اقرا لنا اياه. شلون تقرا لنا اياه يعني؟ اللي بالمعاني كان ما كان وعليه هسه يتجاوبون كان ما كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان انا بيا كان والكالون بيه. صح لسانك وصح لسان قالها الراحل سعد محمد الحسن. حافظ شعر؟ اي حافظ. يلا قرانا على مود تربح هديه. خمس دقيقه. لا لحمه زايده. هاي لحمه زايده. اسف عبالي خيط شيء. يلا. يقول له اهواني اللي تظن بالشده تلقى اصحاب. اصحاب هذا الوقت بس بالوجه احباب. من تبتعد تنسي وبالطاري ما تنجاب. ناديت رب العرش وانك يا داح الباب. اشوف دقيت دار الولف دار الولف كذاب. يوم راسي وجعني قوم شدي. لا خربتها. اشوف شكله غريب. رمضان كريم. ظل على ذي شعبك على. يلا رمضان كريم. مستمرين وياكم مشاهدي الكرام وبرنامج جواب شعر. خلينا نشوف جماعه الحديد. يا بعيني. السلام عليكم. رمضان كريم. نعاد عليك بصحة السلامة. اسم بالخير؟ طه. طه ابو ياسين. خلدون حبيبي. خلدون ابو من؟ ما مزود. ها بس خلدون؟ طه ام بس طه؟ ابو ياسين. ابو ياسين مضبوط. حياك ابو ياسين. من وين؟ بغداد. بغداد حياك الله. تارك انت؟ تارك؟ لا تارك عزيز. لا صدق تارك البطن صاعدة. يا رسول. ليش؟ ماكو خلق ماكو. لا ما تارك بس هو ذا العب يعني معده بس تعرف المعده ما تروح بساحه. ايه مشكله مشكله والله. من بغداد؟ نعم. وين بغداد؟ بغداد زيون. حياك الله وحيا الله كل اهلنا بزيونه وبغداد. سياحه مقيم هنا؟ سياحه. حلو. ايش قصر لك؟
صار يومين. شلون الاجواء بربيل؟ تغيير جو ها؟ طبعا يلا ان شاء الله ترجعون لبغداد تبقوها امن وامان يا ربي يعني تعبت بغداد مثل كل المحافظات. شلونك بالشهر؟ والله مو عادي ابد ابد. اقول لك بيت ابو ذيه اذا كملت لي اياه بشطر واحد ربحك هديه للراحل سعد محمد الحسن. يقول لي بالمعالي كان ما كان وعلي قام جعبن كان دي تعال لو نشوف نشوف ابو ياسين وعلي هسه يتجعبن كان ما كان تاج راس يا حبيبي ما اعرف هذا آه. تعال يا ابو التحف تعال خلدون تعال اطل هديه عود طه ايه لي بالمعالي كان ما كان وعلي هسه يتجعبن كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان ولك يا كان والكانون والله يسلم 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 صوتك صح لسان شاعر الراحل سعد محمد الحسن الرحمة على روح حبينا نستذكر اليوم من خلال طبعا طرح هذا السؤال احنا برنامج جواب شعر انت استحقيت هدية بس نريد القاك حلو نريد مشاركة بعد شعرية على ذوقك على ذوقي يا باي العفس الهدية يلا رمضان كريم نعاد عليكم صحة السلامة حياكم السلام عليكم رمضان كريم نعاد عليكم صحة السلامة من وين؟ من أربيل من أربيل اسم الكريم؟ دانا دانا؟ ايه؟ لو دانال دانا دانا المعنى؟ من الحكمة من الحكمة حلو إن من الشعر لحكمة تمام؟ تعرف الشعر؟ تعرف الشعر؟ يلا حلو على مود احنا برنامج اسمه جاوب شعر جاوب شعر جاوب شعر اكو بيت بيت ابو ذيه للشاعر الراحل سعد محمد الحسن يقول الي بالمعاني كان ما كان الي بالمعالي كان ما كان وعلي قام يتجعبا صعب عليك مو صعب لو ما سامع اقرا لي شعر وتربح هديه اي شعر اي شعر وهذا ونفضل على دوحل على وطننا وبيه هذا أكل شكا أضمها الله الله حتى لو روسي حتى لو روسي والحلق الصدق باده والي والصدق أقتل أموتا ومو ميتة عدل خوة الله ورقف علي كل هاي التسهيلات وماكو البيت اللي قتلوا فيه المتنبي هذا ايه بانجليزي ليه يا مرسي طيك الخيلو ايه صح صح ايه الخيلو والليلو والبيداء البيداء تعرفني تعرفني والسيف والرمح ايه يلا فرصة سعيدة حياكم الله يا ناس لان دانا ما جاوبنا اليوم دانا حياكم السلام عليكم شلون شباب شلون الصحة اسم بالخير احمد حمودي فهد فهودي حياكم الله احمد وفهد رمضان كريم عليكم جميل. من وين من بغداد حياك الله سياحة لو اقامة لا اقامة مقيمين قصارك صار لي 12 سنة. اها حلو. ابويا كردي عندي بس امي من بغداد. ها وانتم ساكنين بغداد وتحولتوا هنا. ايه. الحمد لله مستقرين هنا. ايه الحمد لله. اريد اسالك عن رمضان بغداد واربيل فرق. ايه. وين تحس رمضان الاجواء؟ والله ببغداد. اه. لان ولادتك بغداد وعايش ناسك هناك تمام. طبعك هيك. تمام. ببغداد. ما حاولت تروح تسافر مثلا وترجع رمضان؟ لا والله صار 4 سنوات ايش ما رايح بغداد. ها. فهو. انا هم بغداد هم نفس الحاله هم مقيم هنا صار فتره اي مقيم هنا صار سنتين حياكم الله بغداد معروفه انه مدينه شاعره وشعراء و... صحيح شلونك بالشعر لا والله ما اعرف شعر تحفظ ما احفظ ولا تقرا ولا لا. عندك اصدقاء شعراء عندي اصدقاء شعراء منو صاحبي مصطفى اسمه وفهد انا احفظ اي بس مو شعر عراقي سعودي جنوبي حلو يعني النبطي نقول بالضبط حلو تحفظ اي نعم زين راح اسالك على ابو ذيه أينا. اذا كملت لي تربح هديه تمام ابو ذيه يقول لي بالمعالي كان ما كان وعليها السيت جعبن كان ما كان ايه بطران ويسولف كان ما كان ولك يا كان والكانون صح لسانكم هسه ثياناتكم ربحتوا احنا عندنا هديه مقدمه من قناه سامراء اللي راح يربحها اللي راح يقرا لي شعر
ماكو فرق بيناتنا ان شاء الله ماكو فرق بس على مودية نسمع من عندكم شعر. نعم يا هو شعر. حافظ شعر؟ والله ما حافظ خلوه يقول لك احسن. قران النبطي. اكو قصيده الحامد الزيد تقول على ذاك الطريق اللي يسمونه غرام حباب وطت رجلي على دربه ولا ادري وش نوى فيني تبعته لاخر دروبه لان من القمر يتغاب تعب قلبي ولا تعبت مسافات توديني لقيت الليله هالجرده هدب وظل وسما واعشاب تعب قلبي ولا تعبت مسافات توديني صدفتك معجبه فيني ويا ليت الغرام اعجاب تراك انت الهنوف اللي هديتك تستحقيني اعطيتك عشق من قلبي وسلمت الغراج ارقاب وعسى عسى تنساني الدنيا ما دام انت ذكرتيني. الله بعد بيها القفله القفله بيها بس طويله يعني. حياك رمضان كريم نعد عليك بصحة السلامة. يلا السلام عليكم. السلام شلونكم عيني؟ هلا رمضان كريم. الله نعاد عليك بصحة السلامة والاحمر شاعل الدنيا انت اليوم اسم الكريم. منور هو من جعفر حمايدة. جعفر حمايدة من الاردن. حياك حيا الله الاردن الغالية. النشامة اللي اليوم وين نزلوا النشامة؟ وين؟ وين؟ بيا محافظة؟ محافظة يا محافظة اربيل. لا لا يا محافظة ايش هي؟ المنتخب 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 نزل البصرة. البصرة يا عيني حياكم الله. الله يحييك ويسلمك. الأردن الشقيق الغالي الحبيب طبعا عزاز علينا وأهل الأردن عزاز علينا دائما أصحاب مواقف إن شاء الله طيبة وبلد محب للعراق. نريد اليوم نسمع شعر أردني. احنا برنامج اسمه جواب شعر. انت الآن ودك مش أنا ودك الشيخ فلاح. نعم يلا ما بدكم قصور ما بدكم قصور. احنا برنامج جواب شعر. نسأل بالشعر العراقي ونطلب من المشتركين ان يجاوبونه بما انتم حتى بالعراقي. اسال حاشي خوش. عندنا بيت متداول للراحل الشيخ سعد محمد الحسن شيخ عشيره البهادله بالعماره بيت معروف وانتشر يقول الي بالمعالي كان ما كان وعلي هسه يتجعبا كان ما كان كان ما كان بطرانه يسولف كان ما كان. ما عرفت البيت ما واصلكم ما وصل. ايه قفله مالته يقول له ولك يا كان والكانون بيه ده يحكي يقول لي بالمعالي كان ما كان. انت تفسرها يعني هذا يسولف عن اصحابه او يعني عن الدنيا عن الدنيا عن الدنيا تقلب عليه الدنيا عن الدنيا وخونه وعليه هسه يتجعبن يعني عليه قام هسه صار يتكبر مثلا كان ما كان ايمن كان بطران ويسولف كان ما كان يسولف لا نتيج يقول له ولك يا كان والكانون بيا. تعرفون شنو الكانون؟ الكانون بيا اللي هي غدرون بيا. الكانون العله الخفيه يعني. لا الكانون تبع الحطب. انت اليوم حيل زين. ايوه اللي يحفرون بيها الموقد ويخلون عليها الكانون هذا. احنا عندنا بلغتنا بلهجتنا الكانون يعني زي اللي يكنوا لي شيء مش كويس هم ممكن اي هاي بالفصيح لكن احنا باللغه العاميه كانون هذا اللي الموقد مال النار اللي يحفروه يسموه الكانون كانون. فيقول له لك يا كانون الكانون بيه انه انا هذا الكانون بيه هذا البيت. فلذلك انتم اليوم بعيدين عن الشعر الشعبي اريد نسمع من عندكم شعر اردني حتى تربحون ويانا هديه اليوم. واذا ما واذا ما اعطيتوا شعر هم تربحون هديه لازم نربحكم لازم اصحاب خطوه طيب وعزيزين علينا. اختصر حالك ربحنا وخلينا والله والله هذه هديتكم. لا تعطيه تعطيه نسمع شعر. يلا يا جعفر والله تدعوه هسه تقوم تفلفش بيه قام يفلفش اشوف ايوه الدينار مالكم ب 2000 ولا ب 2400 قمت تفلفش لي بالبطاقه انا بمسك الهديه. يلا اخوان والله ما عندي شعر اعطوني ذكروني بشيء. شعر بدك اي بيت اي بيت اردني خليجي عراقي والله يفضل اردني بما انتم يعني رفاق اردنيين بس شعر حزين شعر حب. يلا يقول لك ما يعرف بالحب غير المجاريح الله ولا يريح القلب غير الصراحة ايه. هاك الجرح وخذ من القلب تصريح بعدك عذاب وشوفتك لي راحة الله. هذه النهاية ما تبي أي توضيح الله. الموج ما يرحم غشيم السباحة الله. الموج ما يرحم غشيم السباحة والله هي أي مرضى أغلطي
طلت آية هاي على أساس نختم فيها بس يستاهلها خاف. رمضان كريم، ينعاد عليكم الصحة والسلامة، وسلمونا على هنا بالأردن الغالية. الله يسلمك. أنا أحمد هندي مقدم برنامج جواب شعر قناة سامراء الفضائية. يا سيدي كل الاحترام منا لكم. الله يسلمك على حسن الضيافة. الله يسلمك يا حبيبي. أشقائنا وحبايبنا وعلى رأسي. يسلمك يا حبيبي. شكرا جزيلا. إن شاء الله نلتقي بالأردن إن شاء الله. حياك. أهلا وسهلا. حياكم. أنا بالشباب. حياكم. فرصة سعيدة يا حبيبي. أنا أنت نسخة مطابقة لابن عمي. مش لراشد المجد. لا لا والله. ابن عمي صلاح. صلاح بن عم عبد. نسخة بس أنت شوية أسمن. أنا ناصح. يعني شوية ناصح إن شاء الله. أنا بس أكثر أكل حصة الزلمة. بالسلامة. السوشيال ميديا عادي باليوتيوب. أي موجود أحمد. يلا حبيبي. فرصة سعيدة. على راسي على راسي على راسي على راسي. طبعا مشاهدينا الكرام هنا وصلنا للختام. احنا ما كان المفروض نختم يعني بعد عندنا هدية بس انطلبت بعد من اخواننا وهنا ومثل ما تعرفون ما نقدر نردهم. اللي بالمعاني كان ما كان اللي بالمعالي كان ما كان وعلي هسه يتجعبا كان ما كان بطران ويسولف كان ما كان ولك يا كان والكانون بي. هذا الابو ذية للراحل سعد محمد الحسن. اليوم كان هو سؤالنا خلال تجواننا في أربيل ومثل ما شفتوا أكثر الناس جاوبت وقسم ما جاوبت. الرحمة والخلود للراحل سعد محمد الحسن. وإن شاء الله احنا يوميا متواصلين وياكم وبيت شعر جديد وخليكم مركزين ويانا حتى تعرفون الإجابة. ملتقانا يوم غد إن شاء الله وبرنامجكم جاوب شعر.